جاء قوم من الكوفة يشكون لعمر من سعد ابن ابي وقاص خاله رسول الله الوالي، ماذا تجدون من سعد؟ فقال رجل منهم، طبعا عمر مجرد ان شكوى وصلت من اهل الكوفة ولاية معينة شعب معين يريد رجلا، ففورا عمر ولى عمار بن ياسر مكان سيدنا سعد واستقدم سعدا الى المدينة وسأله، سألهم لما تنقبون على وليكم؟ هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا انه لا يحسن الصلاة. لا إله إلا الشعوب لما تتدلل زيادة عن اللزوم تخرب، يعني تجد يعني سعد بن ابي وقاص اول من قاتل بسيف في سبيل الله، وكان الرسول يرفع يده ويقول هذا خالي فليرينني احدكم خاله، وسبحان الله العظيم، وكان مستجاب الدعوة يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعيبون على انه لا يحسن الصلاة لا يحسن الامامة، ماذا تصنع يا سعد؟ عمر لابد ان يسمع. قال له سعد يا امير المؤمنين اطيل في الاوليين كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخفف في الاخريين، يعني في الركعتين الاولانيين اطيل وبعد الركعتين الاخرين الفاتحة. فقال رجل يا امير المؤمنين انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسرية، يعني رجل لا يقاتل ولا يسير امام الجيش، وهذا رجل نصاب الذي يدعي على سعد المقاتل في سبيل الله تدعي انه لا يسير الى الجهاد، لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا وما قال هذا الا سمعة ورياء، منظر امام عمر، فثلاث دعوات امام ثلاث اتهامات، فاللهم اعم بصره واقطع يديه وادخله النار، وفي رواية وعرضه للفتن. هذا الرجل سبحان الله كما ورد ساعة كبر في السن حتى سقط حجباه، فكان يتعرض للجواري في شوارع المدينة يغمز للجواري بعينيه لانه جاله مرض رعاش سبحان الله، تعرض للفتن وكان الناس يعني يتنصلون منها سبحان الله العظيم. ابو مسلم الخولاني كبير التابعين كان اذا خرج من المسجد بيته كان قريب من المسجد. يعني لماذا اقص هذا القصص كله؟ لان الذين يتكلمون عن قضية العفو والتسامح، قضية جميلة نتكلم عن العفو والتسامح، لكن لك الشرع اعطاك مخارج، اما ان تأخذ حقك او ان تدعو على من ظلمك او تعفو، هذه مسألة تعود لك، وانا افتح لك المحاور الثلاثة لان الكلمة امانة والمنبر أمانة، أنا أقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني حاسبني رب العباد يوم القيامة أنني لا يعني أدلس عليكم، لأن الكلمة تتعلقون في رقبتي يوم القيامة. نسأل الله أن يعطينا كتابنا بأيماننا وأن يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب وألا يجعلنا من الظالمين وأن يريحنا من الظالمين رب أمين يا رب العالمين. أبو مسلم الخولاني كان يخرج من المسجد بيته قريب من المسجد فكان يكبر يقول الله أكبر، فترد عليه زوجته، يعني يعلم زوجته أنه خرج من المسجد وفي طريقه للبيت. الله يرضى عليك لا تفاجئ الزوجة وهي واقفة في مطبخها لتعمل لها يعني فيلم رعب، يعني يا ابن الحلال اتق الله. أبو مسلم الخولاني يكبر فعندما يصل على عتبة الدار يكبر فترد عليه بالتكبير. انظر إلى الصالحين سبحان الله. فعندما يدخل إلى الدار يكبر مرة أخرى، يغلق الباب ويكبر فترد عليه. ففي مرة من المرات كبر فلم ترد، اقترب امام الباب كبر فلم ترد، دخل الى الدار كبر فوجدها جالسة واضعة خدها على كفها حزنا، يعني شكلها طبعا انت تعرف زوجتك عندما تنظر الى وجهها تستطيع ان يعني تعرف اين الى اين تسير الرياح، شمالية الى شرقية، مثيرة للأتربة غالبا وليس في بعض الاحيان، المهم ما علينا. فابو مسلم الخولاني رأى يعني الرياح مش ليست مواتية، فورا وهو تابعي جليل موصول بالله صوام قوام عالم جليل ولي من اولياء، قال اللهم من افسد علي زوجتي فاعمي بصره او اعمي بصرها خيرا. قالت لقد زارتنا جارتنا وقالت لي
ان زوجك ابو مسلم الخولاني قريب من معاويه، ده قريب من امير المؤمنين، اسمعها، الا يوسع لكم في النفقه ويامر لكم بجاريه او خادم يخدمكم؟ فين التوسعه؟ طب ما يعني قريب منظر، يعني روح من عند معاويه وجاي من عند معاويه. فقال اللهم من افسد علي زوجتي فاعمي بصره. صاحت المراه خلف الجدار قالت لما اطفاتم انواركم وسروجكم؟ والله ما اطفانا، لكن اصابتها دعوه ابو مسلم. فجاءت المراه تستسمح ابا مسلم وتقول اعف عني وادعو الله لي ان يرد بصري ولا اعود الى هذا مره اخرى. دعا لها رب العباد فاذا بها تقول الحمد لله رد الله عليها بصرها. سبحان الله. احبتي في الله، الظلم ظلمات يوم القيامه،